عليكم. اليوم نبغى نشرح لكم ايش هي عيشة الملوك. طبعا الملك ما يكون مثل الشخص العادي، الملك يكون ملك يعني رئيس. ما يميز الملك عن الشخص العادي انه الملك تكون عنده التسهيلات قريبة جدا. فانا كمان يعني ملك لهذه المملكة، مملكة الحمام، فعندي التسهيلات قريبة. مثلا انا لو بغسل يديني ما اروح الحمام، عندي بزبوز، هذا البزبوز تم استيراده من فرنسا $5,000، فأغسل فيه يديني مويه نظيفة وأنا قاعد، مو لازم أروح الحمام. فهمتم كيف؟ هذه هي عيشة الملوك، يعني مو عيشة عادية.